رمضانية البازار دي زومباسادور لهذه الدورة ديالو الخامسة اللي حاولنا إن شاء الله أن تكون متميزة على الدورات اللي دازو السابقة، من خلال أننا حاولنا أن كاع الأروقة لهذ السنة غتكون مغربية 100%، اللي غنحاولوا أننا غنمشيو على خطى سيدنا الله ينصرو باش نشجعوا حتى مغربيت ديالنا، ونحاولوا أننا نشجعوا حتى دوك المنتوجات، يعني كل شخص اللي ناتج معنا اللي كاين تماك غادي يكون هو كسفير المنتوج ديالو. من ناحيه المنتوجات غتكون مختلفه، غنلقاو كملابس مغربيه، قفاطين، ملابس عصريه، احذيه مغربيه، صنع مغربي اللي غتكتشفوها معنا، او ميم طون يعني عطور وبخور، مواد تجميل، حلي اللي هي يعني صنع مغربي. من خلال هذا المعرض حاولنا ان باش يعني تكون عندنا واحد اشاعه ثقافه تاع العرض والطلب، باش غادي يكون واحد الاثمنه جد منخفضه، يعني تخفيضات بالنسبه للناس اللي غادي يجوا المستهلك. حاولنا نديرو شي حاجات جداد هاد العام، وان شاء الله كاينه اون سواري اللي غادي يكون في التكريم ديالها ديال النساء رائدات من المغرب ومن خارج المغرب. كيحضروا معنا الشيخه لمياء الخليفه من البحرين، حاضره معنا واحد الشيخه من السعوديه، حاضره معنا سيده الاعمال هند نورسين من دبي. دونك بلوس لي زانفيتي بيان سور دونور اللي غيدير لهم لوماج المغاربه، كاينه معنا سعيده شرف، كاينه فاطمه زهره العروسي، كاينه منى فتو، كاينه زين بعبيد، كاينه نجاة الرجوي، نزهة الشعباوي، بالإضافة لكينا معنا صحافية سناء القدميري. المهم كاين ما خفت لنسى، وغادي يحضر إن شاء الله شخصيات مهمة، غادي يحضروا معنا سفراء اللي هما يسون دي زانفيتي عندنا دونور إن شاء الله، ماشي في اليوم الأول، غادي يكون في نهار السبت في لا سواري دوماج في لو 18 إن شاء الله. Thank you.